أما هلأ رح نروح لفقرتنا الصحية نور، ورح نحكي أكثر عن ارتباط ارتفاع مستويات الكوليسترول بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب، وللنظام الغذائي تأثير قوي على ضبط مستويات الكوليسترول بالدم وقد ممكن يساهم بهذا الشيء. طبعا كل هاي التفاصيل رح واسئله كثير رح نحكي فيها مثل العاده مع ضيفتنا الدكتوره نور منسترلي، اختصاصيه بالطب العلاجي. اهلا وسهلا فيكي واشتقنا لك. يسعد صباحك. صباح الخير سلمى، بونجورك نور. يسعد صباحك دكتوره نور. دائما بنسمع من الناس اللي حوالينا معه كوليسترول مرتفع، خلينا نحكي عن السبب الاساسي، مع انه دائما بنقول لازم يكون في حميه، في عنده مشكله بالاكل، بياكل كثير دهون وقصص، واساسا يعني ما فينا نقول عن المائده الدمشقيه او السوريه لما يكون في شويه كوليسترول عالي وزيوت ودسم وسمنه. هلا بدنا نحكي اول شيء، بدنا نقول او حعرف للناس شو هي المستويات الطبيعيه للكوليسترول وانواعه. الكوليسترول له نوعين اللي هو ال LDL وال HDL. ال LDL هو الكوليسترول السيء، لازم يكون اقل من 100، ان كان درجته فوق ال 120 بيكون بالبوردر لاين، يعني هو بيكون فعلا بمرحله الخطوره. اذا كان عندنا ال HDL اللي هو الكوليسترول الجيد لازم يكون بين 55 ل 60، هذا بيعتمد اذا كان ذكر او انثى. اما الكوليسترول توتال كوليسترول لازم يكون تقريبا تحت ال 200 لحتى نتفادى خطر الاصابه بامراض قلبيه. بالنسبه للشحوم الثلاثيه كمان هذا الشيء ممكن يرتبط بشكل وثيق ارتفاعها بالنظام الغذائي اذا كان غير صحي، كمان لازم تكون مستوياته تحت ال 150 لحتى نتفادى المشاكل الخطيره. هلا قد ايه بيرتبط الكوليسترول وارتفاعه والامراض القلبيه بالغذاء؟ ارتباط انا بقول 100% ارتباط وثيق، لانه نحن كل شيء عم يفوت على جسمنا من دهون، هل هي عم تتراكم ولا عم تطلع بنقدر نتخلص منها؟ شو الفرق بين الكوليسترول الجيد والسيء؟ الكوليسترول الجيد بيقولوا عنه جيد لانه هو بيخلصنا من الدهون الموجوده بجسمنا وبينقلها خارج الجسم عن طريق الكبد، نتخلص منها عن طريق الكبد. اما الكوليسترول السيء فنحن بنتخلص من هو شو ليش سيء؟ لانه هو بيراكم الدهون على الاوعيه وبيأكسدها، فلما بتتأكسد فيصير في طبقه حوالين الشرايين والاوعيه، ممكن يسبب لنا سبب الاصابه بسكتات، او ممكن يصير عندنا جلطات، ممكن يصير عندنا تصلب بالشرايين. نعم. طيب دكتوره يعني هذا الشيء كثير مهم، ونحن يعني صار في بعض الامور صارت شوي بديهيه عند الناس، صاروا بيعرفوها، ولكن في امور ثانيه بيجهلوها. في ناس بتعمل انظمه غذائيه قاسيه على الجسم لحتى تحافظ على نسب الكوليسترول وغيرها، وبالتالي هون بترتكب احيانا اخطاء انه بيروح الكوليسترول الصالح مع الطالح. خلينا نحكي عن ابرز الاغذيه اللي بتتضمن الجيد وبتتضمن السيء ايضا. هلا انا بدي نوه على شغله، هي سلاح ذو حدين. تماما. زيت الزيتون كلياتنا موائدنا العربيه من حد زيت الزيتون، بنعرف انه له فوائد كثير 100%. يوم الجمعه نحن على الفول والقصص، لا تحكي على الفول والفطاير. انت بالذات لا تحكي. انا ما بحط زيت الكل. انت بالذات لا تحكي عن الفول والفطاير. انا ما بحط زيت الزيتون، انا بطبخ بزيت الزيتون. انا ما بحط زيوت ابدا ابدا، حتى الفول يعني ممكن لما بدي اتناول هيك وجبه خاليه تماما من الزيت. السلطات تعودت اني ما احط عليها زيوت ابدا، هلا هي صعبه بعدين شوي شوي ما عاد تستسيغي طعمه الزيوت، يعني نحن بنفكر انه صح زيت الزيتون هو من الدهون الجيده، بس نحن لازم نتناوله بكميه محدوده، يعني معلقه مثلا. ممكن هذا بيعتمد على طول ووزن كل شخص وقد ايه احتياجاته، كل شخص بيختلف عن الشخص الثاني، بس نحن فينا نعتمد تقريبا وسطيا معلقه. هلا انا حتى المعلقه بحسها اذا نحن بدنا نضيفها زياده، ليه؟ لانه نحن بنطبخ بالزيوت، فهي اصلا موجوده، الدجاج واللحمه وهدول الاشياء كلها فيها دهون، فنحن ليش لحتى نضيف دهون زايده مع انها هي دهون جيده؟ يعني زيت الزيتون كثير مهم للمفاصل وصحه العظام، لحتى يصير في ما يصير في نشافه حتى بالغضاريف، فيه اوميجا 3، له فوائد كثير، انتي اوكسيدنت للمناعه كمان وللبشره، بس بنفس الوقت لما بيرتفع معه مو الكوليسترول الجيد، بيرتفع السيء، لانه بيضل عم يتراكم ونحن ما بنكتفي بمعلقه، في عالم تاخذ كل يوم على الريق كاسه صغيره زيت زيتون.
هي كثير بترفع نسبة الكوليسترول، بيعتبروها من العادات الجيدة. جيدة صح. هي جدا خاطئة. لما نحن بدنا نقول كوليسترول جيد بدنا نرفع مستويات المكسرات، بدها تكون نية أو مدخنة لحتى يكون فيها أملاح أكثر. مثل في كثير دراسات أثبتت إنه الكاجو والفستق كثير بيرفعوا من مستوى الأوميجا 3 بالجسم اللي هن الدهون الجيدة. هلا اكيد بحكم الظروف ما فينا نحن نتناول بديل غير المكسرات تماما كلها لانه ظروف اقتصاديه وما في ما فيك تنفصلي اساسا عن الواقع. ففورا انا قلت لك الظروف المحيطه اوقات ما بتسمح لنا نتناول اشياء معينه، بس نحن فينا ناخذ بذر الكتان، فينا ناخذ بذور الشيا صارت متوفره بالاسواق. صحيح. اذا بدنا ناخذ زيت زيتون فهو بكميه كثير قليله وبسيطه. هدول من الدهون الجيده اللي نحن الاسماك بترفع لنا نسبه الدهون الجيده، ان كان حتى السردين فيه كثير بينزل الكوليسترول، شوفان كثير بينزل مستويات الكوليسترول السيئه بالجسم. اذا بدنا نحكي على الال دي ال اللي هو الكوليسترول السيء، فنحن اكيد بدنا نبتعد بشكل كامل عن الزبده، عن السمنه، حتى لو كان سمن عربي او زبده طبيعيه هي معموله يدويا بس فيها نسبه دهون عاليه. عالية كثير ناس بيستبدلوا السمنه بدهنه بدهنه، بيقولوا لك هي دهنه طبيعيه. دهن طبيعي تمام. كان بدال السمنه الدهنه فهذا الشيء كمان خطر. ما يعني نحن بنمشي بالشائعه وبنفعل فيها وبدون ما ننتبه للمرجع الاصلي. يعني كيف بيقولنا جارنا، كيف بتقلنا رفيقتنا، بنمشي ما بنرجع للمراجع الطبيه والصحيه. هلا بالاعتدال هو بيمشي الحال بكل شيء، بس مثلا لما نحن بنقول كوليسترول عالي جدا، نحن مو بس بنلغي الزيوت، نحن كمان النشويات بدنا نستبدلها بالياف. يعني الخبز الابيض حاول قدر الامكان نحوله لخبز أسمر او شعير او خبز شوفان، لانه فيه الياف عاليه. الالياف بتخلصنا وبتسحب الدهون الزايده بالجسم، بتطرحها عن طريق بتنطرح عن طريق الجهاز الهضمي. الورقيات الخضراء كمان فيها الياف كثير عاليه، كمان نحن بحاجتها بحاله ارتفاع الكوليسترول والشحوم الثلاثيه الموجوده بالجسم. اذا كنا وصلنا لانه قطعنا الحدود الطبيعيه العاليه، فنحن بقى بحاجه لحميه. ما ندخل بحميه، يعني لما نقول فوق ال 100% نحن بنخفف في باقي الحالات، بس اذا وصلنا للحدود العليا وطلعنا فوقها، انا بفضل انه نحن نتبع نظام غذائي. اذا فشلنا بتنزيل النسب عن طريق الغذاء وقتها بنلجأ للأدوية. طيب هون بدي أسألك، في بعض الأشخاص عم يتبعوا حاليا أنظمة من على الإنترنت، بس إنه هي الناس حاكي عنها وإنها منيحة وإلها فوائد، مثل نظام الكيتو. هلأ الكيتو بيعتمد على نظام الدهون الزائدة، فأدي الشخص عنده كوليسترول مسموح يعمل هيك نظام؟ أكبر غلط بيرتكبوه البشرية إنه بيمشوا وراء الترند. صح. برنامج الكيتو هلا موضة الكيتو، موضة الديتوكس بالصيف. الكيتو هو اللي اخترع الكيتو دايت، هو اخترعه للأشخاص يلي بيعانوا من مرض الأبيلبسي اللي هو مرض الصرع. لما اخترعوا بناسب كمية الدهون اللي موجودة بهذا النظام، بتناسب الحالات والنوبات يلي بتصير مع الشخص يلي عنده صرع، حالات الإغماء ولا الرجفة أو هيك، ومرض التوحد. واحد من المشاهير السيلبرتيز سوى نظام الكيتو ونحب كثير، صار ترند، صارت وحكى عنه، فصار كل العالم تمشي فيه بشكل عشوائي. هلا في كثير ناس ممكن تطلع لي انه لا الكيتو منيح، في منيح لحالات معينه، بس للاشخاص اللي بيعانوا من ارتفاع كوليسترول، شحوم ثلاثيه، امراض قلبيه، اكيد ما انه منيح، لانه في نسب دهون عاليه. 100% نحن عم نغير من المكونات اللي جسمنا بيحتاجها. يعني نحن جسمنا بيحتاج 50-60% نشويات كربوهيدرات، 20-30% دهون، و15-20% بروتين. نحن عم ناخذ 50-60% دهون. فتخيلي انت عم تغيري من مكونات جسمك اللي انت الله خلقك بحاجتها، فعم يتخربط في شيء بجسمك، بينزلوا بسرعه، هن بيشوفوا على الميزان. نحن ما بدنا نطلع على الميزان، شوف النتيجه، انه الميزان هو بالنهايه ما عم يعطيكي قد ايه انت خسرتي دهون، قد ايه خسرتي مي وكتله عضليه، هو عم يعطيكي الوزن بشكل كامل. الكيتو دايت اللي عم يتبعوه عم ينزلوا بالوزن، بس عم ينزلوا مي
عم ينزلوا بروتين وعم ينزلوا عضلات. صحيح. لهيك الشكل عم يكون يعني اللي عم ينحف عم يكون شكله عنده كأنه مرض الهزال. هزلي صحيح. منحيف بس على مرض. ما ننحيف بكامل على قوة نضارة أو. ولا أنه بحس حاله دايماً تعبان، عنده خمول، تعبان، بلس أنه بيكون ارتفعت نسبة الدهون عنده بزيادة، فهو بيصير بحاجة، إذا ما كان بحاجة لأدوية بيصير بحاجة أنه يتناول أدوية للكوليسترول. طيب دكتورة نور، خلينا نقول دائماً المحيط واللي حوالينا بينقص لما يقول عندي كوليسترول مرتفع، انا ما عم اقدر انقصه لانه اساسا بينقص من قصه الحميه، يعني ما في التزام بالحميه خصوصا عند كبار السن، احنا بنعانيها بالبيت ودائما من اللي حوالينا. لما نقول عن الحميه خلينا نفصلها شوي اكثر، نحن ما عم نقول له لا تاكل يعني طبعا. طول النهار، بس نحن عم ننظم الحصص الغذائيه، عم يكون في نسبه دهون قليله مثل ما قلتي اساسا، نرجع للنظام الاساسي كيف مقسم على جسمنا البروتين الدهون حتى الالياف، كيف ممكن من خلال الحصص الغذائيه نحصل عليها. خلينا نفصل للناس هي الحصص الغذائيه هي الحميه، وبنفس الوقت انا ما عم اقول لك صوم طول النهار. صح 100%. نحن اخذين فكره غلط لما بنقول دايت يعني حرمان. صحيح. الدايت هو ما له حرمان، هو هيلثي لايف ستايل، نظام غذائي صحي ومتوازن بيحتوي على كل المغذيات اللي جسمنا بيطلبها من نشويات، دهون، الياف وبروتين بنفس الوقت. بس نحن عم نقسمها الوجبة الكبيرة عم نقسمها لوجبتين وثلاثة، بدل ما ناخذ صحن فواكه عم نقسمها لحصص فاكهة. يعني نحن ما فينا نقول انه لا نحن ما رح ناخذ خبز ابدا، لا بالعكس رح ناخذ خبز، بس حنحاول نعمل العملية الاستبدالية، الخبز الابيض نستبدله بخبز اسمر او خبز شعير او خبز شوفان، الرز حنحاول قدر الامكان نستبدله ببرغل، إذا ما استبدلنا فيفضل إنه نحن ما نطبخ بزيوت كتير عالية. إذا بدي حتى إذا بدنا نطبخ، شوفي في كتير كمان ناس بيطبخوا بيقولوا إنه الزيت أحسن، أو حتى لو زيت نباتي أحسن من السمنة، لا أبدا. الزيوت كل شيء مهدرج فهو بيتأكسد، ولما بيتأكسد فهو بترتفع نسبة مادة اسمها الأكريلاميد بالجسم، فأنت بيصير عندك سرعة بتسارع الخلايا السرطانية الموجودة بالجسم. فلا نحن ليلا نصير عنا هي المشكلة، نحن بنحاول انه نحط الزيوت اخر شيء على البارد، ما نحطه هو، ما نغلي الزيت او ما نعرضها درجة حرارة كثير عالية، بنستبدل ما نحط زيوت نباتية بالطبخ ابدا. مثل ما قلنا من 3 إلى 5 حصص يوميا من الفواكه، حصة الفواكه يعني قطعة كاملة، مو حزبة يعني مو حز تفاح او نص تفاحه، لا تفاحه كامله، دراقه كامله، والبطيخه اكيد مو كامله، حز بطيخ صغير، الحز صغير. انا بتقولي كله كامل لا هي ثمره فاكهه احجام يعني. الصيف عند الناس البطيخه وشي احجام سلمى. بدنا ننتبه كمان انه حتى اذا اكلنا الفواكه نتناولها بقشره، ما نتخلص من قشرة، لأنه حتى القشرة تبع التفاحة أو الانجاز خصوصا مواد مهمة جدا 100%، خصوصا الانجاز والتفاح. صحيح. هدول الفاكهتين كتير بيساعدوا على امتصاص الكوليسترول والدهون الجسم ونتخلص منها، لأنه بيسرعوا من عملية الهضم. هلأ كمان بدنا نحاول أكيد بديهيا لما حدا عنده زيادة دهون، زيادة وزن، يعني زيادة دهون يعني كوليسترول وشحوم ثلاثية مرتفعة، هي فورا بديهيا المقليات بدنا نبتعد عنها. بس هلا كان بدي اقول لك، عم تقولي ما بدنا نغلي الزيت، قلت لك صحن المقالي شو بنعمل؟ ما نفسها على فكره نحن بنقدر ناكل المقالي كيف؟ بس بصيروا مشاوي، عرفتي؟ بنغير المصطلح الطعمه اذا صاروا مشاوي، بنغير المصطلح اذا مو زيت مسقسه، عرفتي؟ والملح ما في فينا نحط ملح، فينا نحط، بس مثلا نحن بنقلي بطنجره زيت، فينا نحط كمية صغيرة من الزيت، بنخفف أو يعني نفس المقلي بس بيقلي بكمية كتير قليلة من الزيت أو الطناجر اللي هن على البخار. إذا ما بدنا هيك فينا نحطهم بالفرن، نقطع البطاطا، الباذنجان، ورش رش الزيت صغيرة ونشويهم. يعني نحن ما فينا نحرم حالنا، لما بنقول حرمان بنهرب، بنقول دايت بنهرب، لا نحن اصلا بدنا نظبط هاد. باللاوعي بيشتغل عنده كل القصص، بس بدنا نظبط هاد. صحيح. هو هون الاساس، يعني بنظبط هون دماغنا
بنعادل انه الحميه هي نفس النظام الغذائي الصحي اللي حتخلينا نكفي حياتنا بشكل افضل. اكيد نور بتحس بتانيب الضمير وقت بتخالف النظام الغذائي باعتبار هي دائما على الانترنت ماشي بتاكل فطيره او بتاكل صحن فول يكون معزومه على شيء بتقعد تقول والله يا اخر مره. عن جد هو انا حزبي شو شخص بحاجه لخدعه، هي الخدعة هي الوجبة الفري اللي نحن بنخدع حالنا فيها، انه بنلاقي مكافأة. الولد الصغير لما بنقول له إذا بتجيب 10 بالمدرسة بالفحص فأنا حأعطيك حجيب لك لعبة، حأجيب لك طعميك بوزة، دائما في نظام المكافأة مع انه هو نظام خاطئ على فكرة بالتربية الجديدة الحديثة للأطفال. بس وخصوصا بالأكل، يعني ما لازم نربط الأكل بالمكافأة. صحيح. ونحن معودين انه نحن انحرمنا هالفترة فحنكافئ حالنا بوجبة فري، عرفتي؟ هي المكافأة حلوة للكبار والصغار. تمام، بس ما تكون كل يوم المكافأة يومية، عرفتي؟ ما تكوني ماشية الصبح وظهر نظام غذائي صحي، نجي نخبص كل شيء بقلب بعضه قبل النوم، يعني ناكل شوكولا وشيبس وهيك. فينا نتناول الموالح والهي بس بكميات قليلة، يعني نحن بالصيف مع الجامعات والسهرات صحن البزر هالقد قده بنطلع فيه كاملين يعني. صحيح. فنحن فينا نكتفي بحفنة هلا او نتبع خدع ان البشار والبزر اذا بلشتي فيهم ما بتخلصي، بدك تطلعي بالصحن كله. فنحن يعني بنخفيهم عن انظارنا وبنستبدلهم باشياء ثانيه. يعني اذا اكلتي فستق من اول كمشه حتحسي بالشبع لانه فيه دهون كثير عاليه، مو مثل البزر تسردي فيه. لما نحن بناخذ مثلا فواكه غير لما نحن بناخذ بشار هن الاثنين فيهم نشويات، اثنين فيهم سكريات، بس هيدا بيعطيكي شعور بالشبع وهذا قد ما اكلتي منه ما بيعطيكي شعور بالشبع، بصير بدك اكثر، يعني بتسردي على فيلم على تلفزيون على جمعه بتسردي فيه، اما بتكتفي من قطعتين فواكه بتحسي انه شبعتي. فنحن ننتبه بس على هدول التفاصيل. هلا اوقات بيكون الكوليسترول هو جاي من خلفيه وراثيه، وممكن يكون انه في هيستوري في بتاريخ العائلي كوليسترول ارتفاع فيه، واشخاص بيكونوا اوقات نحاف كثير، نحاف بتشوفيهم جلده وعظمه بس بيكون عندهم كوليسترول مرتفع. كيف يبين؟ تراكمات اسفل البطن. اوقات بيكون واحد كثير نحيف بس عنده كرش صغير، ما هو مو عارفان من شو، هو بيكون عنده كوليسترول لانه هو متراكمه هالدهون بهالمنطقه. يعني حتى النحاف بيكون عندهم كوليسترول، ما يصدقوا حالهم يعني هنا فين ياكلوا اللي بدهم اياه. اوكي. بيكون اوقات من مصدر وراثي او هي اجتهادات شخصيه. هلا الشحوم الثلاثيه مثلا ما بتطلع هيك. صحيح. بتطلع نتيجه عادات صحيه خاطئه. صحيح. ان كان دخان، ان كان هلا بالجمعات الأراجيل وهيك، او مثلا ساعات طويله بالعمل هي اسمها السيتنج سيندروم اللي هو داء القعده، انه نحن بنقعد 6-7 ساعات مكانك راوح ما بنتحرك، كمان هذا بيعمل هي المشكله ارتفاع بالشحوم الثلاثيه وقلة الرياضه، كمان اللي ما بيعمل اي جهد كمان ممكن يسبب لنا ارتفاع فيه، قلة شرب المي ممكن كمان يقلل من امتصاص الكوليسترول الدهون واطراحها عن طريق البول، كمان نحن لما بنعرق وبنعمل رياضه وبنشرب مي وبنتخلص من هي السوائل كلياتها من الجسم، كلياتها هي بتكون عم نخفف من نسبه الدهون الموجوده بالجسم. عم بيقولوا لنا بكنترول. لا بالعكس خلص وقتنا ومبسوطين فيكي بالعكس، دائما معك معلومات مفيده ونصائح مهمه، بنحاول قد ما فينا كل الناس تلتزم فيها لانه اساسا الجسم السليم يعني هو اساس استمرارك بالحياه لتكملي الضغوطات الحياتيه اللي عم تمر فيها بشكل عام. نتشكرك دكتوره نور مانسترلي على وجودك معنا. شكرا لك، ويسعد صباحك عن جديد. انا كثير اشتقت لكم وكثير مبسوطه اليوم اني انا على صباحكم. بدي اقول كمان شغله انه الصحه العقليه والنفسيه هي اهم من كل شيء، لما نحن لا شعوريا تكون نفسيتنا سيئه خصوصا هلا بشهر 9 ببلش الاكتئاب الفصلي والخريبي. ليه؟ انا سبتمبر انا مواليد شهر 9 بس هو لا تحكي عن شهر 9 هذا موضوع لازم نحكي فيه، هو الاكتئاب الموسمي. بهذا الشهر بالذات حالات نفسية كثير بتأثر علينا وبتساعدنا على ارتفاع الكوليسترول. هلا صار بشهر 12 لأنه ما عاد في خريف، صار دغري لسه عامل كل الشوب. شكرا كثير لكم. شكرا لك.